دكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر. أهلا بيك يا دكتور. مساء الخير يوسف بي، أهلا بيك. يا مساء الفل. أهلا بيك. أنا أسعد وأنا آسف على الإطالة في المقدمة، وإن كنت بقول كده قد تكون مقدمة واجبة علشان الناس تبقى فاهمة إحنا بنعمل إيه دلوقتي. المقدمة في محلها جدا، لأن ما حضرتك بدأت بيه هو عنوان للعدالة في التنمية، اللي هي عنوان برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر. عظيم. اللي هو عبارة عن إيه يا دكتور هشام؟ إحنا بنعمل إيه عشان الناس تبقى عارفة إيه اللي حصل في الصعيد اتكلف 22 مليار وربع؟ خليني أقول لحضرتك إن الصعيد من أول ما بدأ فخامة الرئيس ولايته في 2014، وكان عندنا ثلاث فجوات تنموية مهمة جدا. فجوة ما بين الريف والحضر، وفجوة ما بين المناطق العشوائية والمناطق الحضرية، والفجوة الكبيرة كانت الفجوة ما بين الصعيد ووجه بحري. لك أن تتخيل حضرتك أن لما كان بيتعمل تقرير التنمية البشرية في مصر، كان آخر 10 محافظات دايما كانوا بيبقوا محافظات الصعيد، أن أكتر محافظتين كان بيبقى فيهم الفقر ونسب البطالة العالية وارتفاع في نسب الأمية وارتفاع في نسب النمو السكاني، كانت محافظات سوهاج وقنا. في 2016 كانوا دول اقل محافظتين، وعشان كده فخامه الرئيس بدا مشروع مع البنك الدولي اسمه برنامج التنميه المحليه في صعيد مصر، كان هدفه الاساسي العداله. انا عايزين نعمل نموذج للعداله في التنميه اللي يمكن كل مواطن من انه ياخد الخدمات زي ما بياخدها مواطن القاهره. الحاجه الثانيه ان انا اطور من الاداء الاقتصادي والتمكين الاقتصادي، بس بشكل مختلف يضمن تكامل، ان انا اكمل سلاسل قيمه كامله. الصعيد هو اللي بيورد لنا 80% من انتاج البصل في مصر، انما الصعيد ما فيهوش، بيصدروا ماده خام. ازاي احول ده الى تصنيع، الى فرص عمل حقيقيه؟ الصعيد فيه حرف موجوده الناس بتشتغل فيها، زي جزيرة شندويل اللي فيها حرفة التلي اللي كانت بدأت تندثر، اللي دلوقتي بقت واخدة صيت عالمي كبير في خلال 4 سنين. اللي بدأت انت تلاقي ان كانوا 200 سيدة بيشتغلوا، تعدوا 6000 سيدة اللي بيشتغلوا في التلي، 30 ضعف. ازاي التنمية المحلية تبقى تنمية تعتمد على الميزات النسبية اللي عند الناس نفسها ونشتغل عليها؟ ازاي احولهم من طالب ومتلقي دعم وخدمه الى صانعي انتاج وصانعي راس مالي؟ هو ده كان الهدف. عشان كده احنا حطينا خطه في سوهاج وقنا لست مناطق صناعيه. انت لا يخفى عليك وانا اعلم ذلك ان حضرتك عارف ان مصر اللي فيها اكثر من 79 منطقه صناعيه ما كانش فيها منطقه صناعيه واحده اتعمل لها دراسات جدوى ومخطط مبني على الميزات النسبيه للمحافظه اللي هي فيها. احنا بدانا في الصعيد يبقى عندنا 6 مناطق صناعيه نموذجيه معمول لها دراسات جدوى ودراسات تسويق عالميه لايه اللي ينفع فيها، متحدد ايه شكل الصناعات وايه شكل وايه الصناعات اللي هتتعمل فيها، متربطه الصناعات دي بالانتاج اللي بتنتجه اهالي الصعيد زي البصل، زي الفاصوليا، زي الطماطم، زي الانتاج الحيواني، متربطه بيها زي العسل الاسود في قنا والمنيا ورمان اسيوط. ورمان في اسيوط اللي بنشتغل عليه برضه، ده حضرتك حافظ احسن مني اهو. لا العفو يا فندم، العفو، ربنا يخليك. ازاي نربط ده؟ ازاي في النص ما بين المنتج وما بين المنطقه الصناعيه يبقى في المناطق الحرفيه اللي بتخدم وتشتغل كوظيفه، فتقدر تكمل سلسله القيمه بمنتج بتضيف له قيمه مضافه فيعلي سعره، بتشغل عماله اكتر، بتخلي طلب على المنتجات اللي بتنتج في المكان سواء بصل سواء منتجات زراعيه منتجات غذائيه، بتخلق لها طلب فبتعلي سعرها وتخلي الفلاح يكسب اللي بيشتغل، بتخلق فرص عمل في النص، لدرجه ان مثلا
الراجل بتاع الحداده والسباكه والمخرطه بيلاقي انه يخدم على الاثنين، عشان عملنا مثلا مكان مصنع صغير وحده لتجفيف البصل اللي ينفع يتصدر، اللي هو بصل باكلز اللي ينفع يتصدر. هنا انت بتخلق من كل مرحله من مراحل الانتاج تمكين لفئه، وبتزود الدخل بتاع الناس، وبتعمل قيمه مضافه افضل. النقطه الثانيه ان انت بتشتغل كدوله بقى مع دعمك لده، وعلى فكره لاول مره يبقى فيه دعم للتصنيع في سوهاج وقنب. احنا دلوقتي بنشتغل على ان احنا نمكنهم، نشركهم في معارض، نجيب لهم الاصناف الكويسه، نديهم نحسن لهم اجراءات استخراج الرخص بتاعتهم، كمان ان احنا نبتدي نسوق لهم في الخارج. البرنامج هو اللي بيشتغل كده على سوهاج وقنب، ودلوقتي على اصناف البنيه. هنا ده حول سوهاج وقنب الى ان نسبه البطاله تنخفض بشكل كبير، لان مستوى الدخل وفقا لقياسات الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء يزيد، الى ان نسبه مشاركه المراه في العمل الاقتصادي تعلى، الى ان النمو السكاني يقل، والهجره من سوهاج وقنب اللي كان اعلى معدل هجره يقل. ده الناتج. الى بقى قياس البنك الدولي، انا نفسي بعد ما حضرتك تخلص الحلقه تخش على موقع البنك الدولي وتشوف القياسات اللي عملوها لرضا الناس عن اللي تم في من مشروعات، وازاي قاسوا عدد المستفيدين، وازاي شافوا رضاهم عن ما يحدث وتغييرهم لحياتهم. 85% نسبه رضا، ده معناه تحول كبير. اما تقيس ده البنك الدولي ويطلع يقول ان برنامج تنميه الصعيد اللي طلبه فخامه الرئيس وتبنته الحكومه المصريه ونفذته وزاره التنميه المحليه تحت رعايه رئيس الوزراء، ان بقى نموذج قابل للتكرار في العالم، ونبقى دلوقتي بيطلبونا عشان نعرض التجربه. هايل، ان في تحول بيحصل في مصر، تحول كبير طبعا. من الاهتمام بالدعم وبحاجات تانية الى الاهتمام بالعداله والتوازن في التنميه. صحيح، 100% صحيح. دكتور هشام انا بشكرك جدا 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 جدا، وانا اعتبر مساله البنك الدولي دي بالنسبه لنا كانها تكليف، اذهب بهذا التكليف لزمايلي في الاعداد برضو يطلعوا لنا الدراسه اللي عملها البنك الدولي على معدلات الرضا عما تم في الصعيد او في صعيد جمهوريه مصر العربيه. مش لازم طبعا النهارده، بس يعني ممكن على بكره، بحيث ان الناس تبقى شايفه قدامها الحاجات دي قدامهم على التلفزيون، التلفزيون المصري عندنا هنا، انت لازم تشوف ده. كل الشكر مرة تانية لدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.